هو نزولا عند رغبة المترشحين الثلاث أمرنا ببدء في تحريات دقيقة لاستفسار أولا وتوضيح يعني ما هي المؤثرات، ما هي التصرفات الشخصية، ما هي بالنسبة للشيء اللي جرى. إن شاء الله إن شاء الله لما تكون فيه باش نعالج الأوضاع، لأن احنا مقبلين على انتخابات معقدة بلدية وولاية وين تمتاز بعشرات الآلاف تاع المترشحين. إذا كان الآلة ما كانتش يعني في مستوى المطلوب لازم مراجعة. وكل حال أنا ما المؤسسة في حد ذاتها الهيئة المستقلة راها مؤسسة دستورية وركيزة من الركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في الجزائر. في بعض الأحيان أشخاص ما يكونوش في مستوى المؤسسة، ما يكونوش في مستوى المطلوب دستوريا. كل حال التحريات مفتوحة، أما الشيء اللي جرى ما نطوي الصفحة، لأن أنا شخصيا شاركت مع مترشحين الاثنين الآخرين، درنا بلاغ مشترك يعني ربما سابقة ديمقراطية، لأن أول مرة في الجزائر إن شاء الله. ما مثل ما شكرتهم هما على يعني الأخلاق نتاعهم العليا اللي ظهروها في الحملة الانتخابية، كانت حملة نزيهة فيها يعني احترام الغير، فيها احترام الديمقراطية، فيها احترام المؤسسة اللي كنا نتنافسوا عليها الجمهورية، رئاسة الجمهورية. نشكرهم مرة أخرى الاثنين. وهل نتائج التحريات ستعلن يعني بعد نهاية التحقيق؟ أكيد تعلن، أكيد تعلن، لأن الرأي العام مهتم بهذه التحريات. قلت لك في حالة ما شوفوا أن الخلل في المؤسسة في حد ذاتها نصلحوا، إذا كان خلل في الأشخاص كذلك ربما نعاود نوضع الشخص في مكانه الحقيقي بالنسبة للمؤسسة. ولازم المواطنين والمواطنات يعرفوا أن هذه الهيئة المستقلة جات باش تعوض آلاف الموظفين اللي كانوا يقوموا بتنظيم والرقابة في إجراء الانتخابات. الانتخابات كانت تجرى من طرف 1541 رئيس بلدية، 1541 أمين عام للبلدية، زايد المتطوعين، زايد الناس اللي استدعوهم في الحملة الانتخابية في إجراء الانتخابات للصناديق للرقابة لكذا، زايد رؤساء الدوائر، زايد الولاد، زايد المدراء، زايد وزارة الداخلية. هذو كل تعوضوا من طرف الهيئة المستقلة. هل كانوا في المستوى التعويض ولا ما كانوش في المستوى؟ أنا مادام يعني التحريات ما انتهتش ما نحكم حتى على واحد.